السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم لدينا يعني استعراض لمسدس شريته، قمت بشرائه تكلفته تقريبا ب65 ريال. طبعا هو مصنوع من الحديد، وكما ترون هو يعني ابو محالة يطلق عليه، طبعا صغير بالحجم ويجي يعني فضي ويجي يعني ذهبي. طبعا لا يخلو من العيوب، يعني ونشوف من العيوب يعني انه التلقيم حقه يعني او الطلقات حقته ما تجي كلها، ما يطلق كلها بشكل يعني طلقات، يعني واحدة تطلق واحدة ما تطلق، واحدة تطلق واحدة ما تطلق. المهم هذا اللي يعني يسمونه طرطعانة ولا شيء، اللي يعني تعبى بالاحمر يعني حق زمان، ولكن يعني مصنوع من الحديد، يعني 65 ريال تقريبا تكلفته، يعني دولار يمكن 15 دولار او شيء. لكن طبعا هذا المنتج انا شريته من يعني السوق السوداء او زي كذا، لان ما نحصله احنا يعني في المحلات العاديه. اعتقد انه بسبب انه يعني في انظمه يعني تمنع هذا الشيء او تداول هذا الشيء، ولكن يعني انا حبيت اني انا استعرض المنتج امامكم فقط، يعني فقط استعراض للمنتج. طبعا ما راح اقول راح تشترونه بالمكان الفلاني او راح اعطيكم رابط، ما راح اعطيكم رابط، بس فقط استعراض لهذا المنتج. الحين نسمع صوت الطلقات. الان شوفوا تلاحظون ان بعض الطلقات ما تضبط يعني كما تلاحظون امامكم. هو صوته في الحقيقة اكبر من كذا، يعني صوته جدا عالي يعني. وفي نهاية المقطع لا تنسى قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الباقيات الصالحات.